كابتن، هل سي مكان هو المناسب لمراقبة توني اليوم لاعب الأهلي الجديد القادم من الدوري الإنجليزي، أم لابورت يراقب توني؟ لابورت جيد، لابورت لديه الخبرة. أحيانا اللاعب الشاب سيماكان عمره 24 عاما ولعب لموسم واحد مع لايبزيج، فلابورت لاعب متمرس لديه خبرة عالية ولعب بأعلى المستويات، لذلك أعتقد أن لابورت أفضل. جميل، شكرا جزيلا كابتن مصطفى حجي.